بعد الأجواء الحلوة اللي شفناها وعشناها، الرياضة هاي ردك الفتنس عن جد عم بخلونا كل يوم سبت بحطونا بأجواء عظيمة، يعني خلص بحطوا فينا الروح من الصبح ما شاء الله عليهم الصبايا. رح ننتقل لعبود، عبود هلأ كمان رح يحط فينا إن شاء الله كلياته يكون بوزيتيف، يكون كلياته إيجابي. نحكي يحكي لنا على أبراج الأسبوع الجاي كلها. صباح الخير. صباح النور. شو أخبارك؟ كيفك؟ عجبك؟ أنا صاحي بوزيتيف اليوم. بين عليك. لا عبود اليوم جاي مش مزبوط أنت، بس ماشي الحال إن شاء الله يا ربي. الأجواء اليوم بوزيتيف صراحة رح تكون إن شاء الله. بس هيك حلو الصبح دائما يوم السبت لما يعملوا، هو دائما كل يوم رياضة، بس يوم السبت مميز لأنه يكون فيه هيك حركة مع الميوزك العالي، حركة هيك شوي. فديارة أنت بتعرفي يوم السبت نحكي على الأسبوع كامل، بتعرف؟ بعرف يعني معلومة جديدة بعد سنة ونص. لا هي لها شهرين باي ذا واي. هلا اليوم 16/6 بس بنبلش دائما مولود اليوم لأنه بخاف إنه يروح عليه اليوم ما يسمعش شو وضعه. فمولود اليوم ديالة هو مواليد الجوزاء، بتميز مولود اليوم بأنه كثير حساس، كثير أي كلمة ممكن تجرح وتغير له موده، من الأشخاص الخياليين جداً اللي عندهم عالم خاص لهم، وشخص ذكي جداً بلقط الشغلة على الطاير، كثير حركة كثير حكي، بحب الحياة الاجتماعية، يفتقد للدبلوماسية. مولود اليوم بعرفش يكون دبلوماسي، زي ما بقول بطوج الحكي طج، من الأشخاص اللي دائماً في عنده تفكير وما بيعمل أي شيء بسرعة، مودي يعني بتعرف مواليد الجوزاء دائماً مودي. مظبوط، وأنا بعرف حدا جوزاء كثير كثير يعني من ساعة وساعة بقلبه. بس لبين خمس دقائق مش ساعة وساعة. خمس دقائق أوكي. فبالنسبة له بالشغل هو ما بحبش يتعب، مشكلته مولود اليوم، لكن بنجح بأي شيء له علاقة بالعلوم الطبية، بالطب، بنقول بالهندسة كمان ممكن يزبط، بس يبتعد على التسويق، مبيعات، سلك دبلوماسي، سياسة ما يدخل لأنه بعرف شو يعمل. فبالنسبة للأمور العاطفية هو إنسان ما بيهتم كثير بالعاطفة، ممكن علاقاته قليلة، زواجه يكون ممكن تقليدي، وصحته بدير باله على المعدة والرجلين أكثر شيء. السنة الجاية طبعا لمواليد برج الجوزاء رح تكون إن شاء الله جيدة، فيها هيك تأثيرات من المشتري اللي دخل قبل 3-4 أيام، فمن المفترض انه تكون بدايه 2013 واول 4 اشهر 2013 يكونوا لصالحه لمولود 16/6، تغيير شغل، حياه اجتماعيه حلوه، يعني في كثير شغلات رح تفتح له خلال هاي السنه بتكون من السنوات الحظ. فهذا لمولود اليوم. هلا الاسبوع هذا الاسبوع طبعا احنا بنعتمد على القمر ديالة. ايش وضعه هالايام؟ اليوم بالتور القمر، بكره وحتى الثلاثه بالجوزاء، 4 وخميس بالسرطان، جمعة وسبت بالأسد. فهذا الأسبوع رح يكون شوية في حدا بتعوف ورا العسال لساته مهلت. فبالنسبة للأسبوع هذا طبعا الأسد رح يكون الأقل حظا، مبين هو الأسد أقل حظا، وكمان العذراء رح يكونوا من الأقل حظا، الأكثر حظا الثور والجوزاء رح يكونوا هذا الأسبوع كثير وضعهم منيح. العقرب ما له وجود؟ لا العقرب رح يكون له وجود، بس اليوم يعني هيك بداية جيدة يعني بداية الأسبوع. هلأ الحمل طبعا اليوم بده يدير باله على مصرياته، في مصاريف كتير بانتظار الحمل. للأحد للثلاثة في عنده كتير شغل، في عنده كتير مسؤوليات، ممكن سفر يكون عنده موجود، موجود الحمل بين الأحد والثلاثة. الأربعة والخميس هيكون لازم يركز على أمور الصحية، في عنده شوية تراجع بالصحة، ممكن بعض الأمور العائلية تأخذ اهتمامه، حدا بالبيت لازم يعطي الاهتمام. وجمعة وسبت يعني الويكند الجاي رح تكون مناسبة لمولود الحمل إنه يطلع يتسلى، يعني أجواء رح تكون رائعة، فيحاول الجمعة والسبت الجايين مولود الحمل إنه يعمل له أي برامج، يبلش يحضر من هلا لأنه رح يكون الوضع لصالحه. فكأسبوع جيد لمولود الحمل، ما في أي إشي إن شاء الله سيء، لكن الأربعاء والخميس هم الأكثر توترا. هلا بالنسبة لمولود التور، يعني اليوم لسه الأمر عنده مولود التور، فالأجواء لساتها مناسبة لأي مبادرة لأي قرار. بكرة وحتى الثلاثة بدي ينتبه على مصريات مولود التور، في عنده بعض المصاريف، وأيضا في تراجع مولود التور على الوضع العملي خلال الفترة بين الأحد والثلاثة. بين الأربعة والخميس برجع على نشاط مولود التور، برجع على هيك حياته الاجتماعية الحلوة، في عنده ممكن بعض الأخبار تجي من برا البلد بين الأربعة والخميس. والجمعة والسبت ممكن يتغير كل برامجه، يعني بيحطها خلال الأسبوع، ممكن الجمعة والسبت ديالة ما يصير أي شيء منها، ممكن يضل بالبيت، ممكن يهتم بوضع عائلي أو بأمر شخصي، فهذا اللي يعمل له تغيير. مولود التور بالعادة ديالة مولود تقليدي روتيني،
عندك حدا تور حواليك؟ عندي بس مش هيك ابدا. الشاب ولا بنت؟ بنت. لا الشباب احنا بنحكي. اوكي. البنات لا بحبوا دائما بحياتهم يكون في هيك تغيير واكشن. هلا مولود الجوزاء مولود كثير يعني عنده طاقه عاليه، بحب دائما يضلوا يفتل ويروح ويجي، فبالنسبة له اليوم رح يكون عكس هيك، رح يكون اليوم الطاقة منخفضة عنده، في شوية كآبة عند مولود الجوزاء، بدير باله إذا كان مواليد حزيران يونيو على أي قرار ممكن اليوم يتخذه. من الأحد للثلاثة رح يكون الأجواء عنده رائعة، الأمر عنده، فهذا بيخلي الأجواء حلوة، داعم له على النطاق العملي، في عنده بعض الأخبار الحلوة، أحداث رح تكون لصالحه، فبين الأحد والثلاثة رح يكون الوضع جيد. بين الأربعاء والخميس مولود الجوزاء وضع عادي، ما في شغلات مهمة، لكن ممكن مبلغ مال يكون من نصيبهم بين الأربعاء والخميس مولود الجوزاء. أما الجمعة والسبت فممكن تكون في عنده سفر مولود الجوزاء، أو في عنده ممكن هيك بعض الأحداث اللي ممكن تكون هالأحداث لها علاقة بعائلته، ممكن إشي، بس إن شاء الله بيكون جيد خلال الويكند الجاي. لكن الويكند الجاي رح تكون مشجع على مولود الجوزاء لا يطلع لا يعمل برامج من هلأ. في هلأ وين وصلنا؟ السرطان. مولود السرطان بتعرفي حدا مولود سرطان؟ لا لا، يمكن بعرف بس ما بعرف. جسي مولود السرطان، بحبوا البيت السرطان كثير، فمولود السرطان اليوم رح يحب يضلوا بالبيت، بحب يضلوا مثلا بال يعني بين عيلته، اليوم مش عبالي يطلع، ممكن هيك في عنده شوية أحداث بالعيلة تخليه يلتزم كمان بالبيت. من الأحد للثلاثة الأجواء معاندة لمولود السرطان، في عنده جو متوتر، ممكن هالجو داخل العيلة، ممكن جو بالشغل، ما يأخذ أي قرار، يحاول يدير باله على صحته، فبين الأحد والثلاثة الجو صعب. بين الأربعاء والخميس الجو رائع، برجع لمولود السرطان لأنه في أحداث رح تكون لصالحه، الأمر رح يكون موجود عنده، فيحاول يستغل الفترة بين الأربعاء والخميس لأي قرار بده يتخذه أو لحل المشاكل. بين جمعة وسبت هيك رح تكون ويكند الجاي هادي جدا لمولود السرطان، رائعة، ما في أي شيء مميز، لكن ينتبه على مصاريفه، هو بالعادة يعني ماسك مولود السرطان على المصاري، مش كثير يعني بحب يتعب، مش بحبوح، ما بحبش يدفع كثير، فما في يعني النصيحة رح ياخذها أكيد، فالجمعة والسبت رح يكونوا هادية لإله. هلا مولود الأسد زي ما حكينا أسبوع صعب بانتظار مولود الأسد، يعني مش هالأسبوع اللي كثير لذيذ بالنسبة لإله، يعني اليوم مزاجه مولود الأسد مش كثير تمام، ممكن بعض الأحداث، ممكن هو مكتئب بشغلة، ممكن بدون أي سبب، بده يدير باله على صحته، ممكن يشعر شوي بالتعب، خصوصا مواليد اليوم 13-22 أغسطس. هلا من الأحد للثلاثة المساء هي أفضل فترة لمولود الأسد خلال هذا الأسبوع، لكن مش هالإشي الواو كمان بنقدر نحكي ديالة، يعني عادي، أوضاع عادية رايقة، ممكن هي أفضل فترة لمشي أعماله ليعمل أي مبادرة، لأن الأربعاء والخميس رح يرجع يتوتر وضعه لمولود الأسد من أول وجديد، في عنده ممكن بعض الأخبار اللي ممكن توتره، حدث ممكن يفاجئه من ناس قريبين منه، فيحاول انه ما يعصب ما ياخذ قرارات. الجمعه والسبت برجع مولود الاسد لوضعه الطبيعي، الامر بيكون عنده، لما الامر يكون بالبرج ديالة هذا بعطي الطاقه الايجابيه، يعني بيعطيك حظ وبيعطيك فرص مهمه، وبتبلشي شهر جديد قمري، فالجمعه والسبت راح يكونوا رائعين عند مولود الاسد، فيحاول يستغلهم كثير منيح ليعوض التراجع اللي صار فيه خلال الاسبوع. ف بالنسبة لمولود الأسد يعني إذا بدك تعمل أي قرار مهم الأسبوع اللي بعده بيكون كثير أفضل. العذراء الأجواء عنده اليوم ماشي حالها، بس شوي عدواني نرفوز مولود العذراء، يعني بقابل الواحد ممكن بتوتر يعني بعصبية، بده يحاول يخفف العصبية اليوم، الأجواء جيدة بشكل عام. من الأحد للثلاثة في ضغوطات عملية كثير عند مولود العذراء، رح ينضغط، في عنده شغل كثير، في عنده مسؤوليات لازم يعملها، بده يحاول مولود العذراء ينتبه على شغله، ينتبه على انه ما يدخل بقرارات ما تكون محسوبه لقدام. الاربعاء والخميس هم احسن يومين بنحكي عن مولود العذراء، شوي رايقين ما فيش هالتوتر، لكن بنفس الوقت بالاربعاء والخميس بده ينتبه على وضعه العاطفي لانه ممكن يكون متوتر. الجمعه والسبت يعني ينساهم، يحاول انه يضلوا بالبيت رايق، لانه الاجواء يعني مش كثير راح تكون مسلية لإله، ممكن يتفاجأ بتصرفات ناس قريبين منه، فبده يحذر، فمولود العذراء شكله أسوأ من الأسد خلال هذا الأسبوع، فبده يكون حذر شوي. نروح للميزان، أجواء الميزان اليوم جيدة، بعد نهاية الأسبوع كانت شوي ضربت على عصب الميزان، اليوم يعني بصحى أروى أوضاعه جيدة، فاليوم في عنده شغل كثير بالبيت أو بالشغل، رح يكون شغل كثير،
من الاحد للثلاثه اجواء رائعه عند مولود الميزان، في عنده ممكن حظوظ، ممكن في عنده اخبار جيده، في عنده ممكن هيك جاذبيه خاصه للجنس الاخر، لكن بده يدير باله من الغيره على حبيبه لانها ممكن توقعه بمشاكل. من الاربعاء للخميس بده ينتبه على شغله كثير منيح، في عنده بعض القرارات اللي ممكن تصدر من مديره، في قرارات من الناس اللي حواليه ممكن ما تكون لصالح مولود الميزان، بده يكون شويه طويل البال، هو طويل البال مولود الميزان ما بيعصبش كثير. فجمعه والسبت راح يكونوا جيدين، اذا بده يعوض هيك يريح الراحه، يتقرب من العيله، يحسن اموره العاطفيه، فجمعه وسبت راح يكونوا جيدين لمولود برج الميزان. هلا العقرب، كيف شايفه حالك اليوم؟ اليوم منيح جيد. هلا مولود العقرب من الخميس بالليل او الخميس بعد الظهر لليوم في كثير احداث عنده، واليوم في عنده شغلات كثير بتمر عليه، لكن بده يكون حذر، في شويه مش كآبة لكن بين فترة والتانية بنضغط شوي، بعصب، بده يكون حذر على صحته اليوم، خصوصا مواليد 13 22. شكلك صاير اشي معك امبارح، بين 13 ل 22 تشرين الثاني نوفمبر رح يكون شوية متوترين اليوم، لكن غير هيك الأجواء مريحة عند مواليد برج العقرب. بين الأحد والثلاثة الأجواء كثير حلوة، في حلول لمشاكل، في أجواء جيدة على الشغل، في نجاحات لمولود العقرب بين الأحد والثلاثة، وأيضا في خبر ممكن بيستنى تأجل من هذا الأسبوع الماضي يمكن يستلمه بين الأحد والتنين. الأربعاء والخميس الأجواء أفضل، لكن ممكن بده ينتبه مولود العقرب بسواقته، بده يكون حذر، معروفين رجال العقرب كثير السواقة عندهم متهورة، فبده ينتبهوا يوم الأربعاء والخميس. ويوم الجمعة والسبت رح تكون الأجواء يعني مملة شوي بالويكند الجاي، بده ينتبه على علاقاته العائلية، بده يحاول إنه إذا بيطلع برا البيت بالويكند الجاي بيكون أفضل، يعني ما يضل بالبيت حتى ما يقاهر العيلة. ما حنضلنا بالبيت. ما رح تضلك بالبيت. طيب القوس، الأجواء عنده جيدة، بده يستغل اليوم مولود القوس اليوم كثير منيح، رح يكون اليوم جيد، يوم مريح، ما في أي شيء مهم، لكن الحذر لمولود القوس بين الأحد والثلاثة، في جو متوتر بانتظاره، وجود الشمس والقمر بالجوزاء أبدا، يعني الثلاث أيام أحد اثنين ثلاثة الجايين عند مولود القوس من أصعب أيام السنة، فبده يكون حذر مولود القوس على صحته، على شغله، على علاقته العاطفية، على أي شيء بده يكون حذر. بين الأربعاء والخميس بتحسن الأجواء، برجع لوضعه الطبيعي، بتكون الأمور كثير منيحة عند مولود القوس للمبادرة. وجمعة وسبت بحق له مولود القوس بعد ويكند كان، بعد أسبوع كان شوي متوتر، إنه يوم الخميس يوم الجمعة والسبت إنه يرتاح ويرجع لوضعه الطبيعي. مولود الجدي الأجواء عنده جيدة، مولود الجدي خلال اليوم في عنده لسه حظوظ، في عنده هيك أجواء مريحة، مبسوط، مرتاح، ممكن إذا قاعد بالبيت يطلع يرفع عن حاله، إذا بالشغل في عنده هيك انبساط من بعض الأخبار. بين الأحد والثلاثة كمان بتضل الأجواء جيدة، جاذبية مولود الجدي لساتها بتضلها مسيطرة على الأجواء، في عنده كمان نجاح على النطاق العملي بين الأحد والثلاثة، لكن أصعب يومين بالأسبوع رح يكون الأربعاء والخميس، فبده يكون حذر مولود الجدي لأنه هدول أصعب يومين في شهر حزيران يونيو، فبده يحاول يحذر، يحاول يبتعد عن المشاكل وينتبه على صحته. الجمعة والسبت برجع مولود الجدي لوضعه الطبيعي، بترجع الأمور رايقة وهادية، وممكن الجمعة والسبت عنده خبر جيد على النطاق العاطفي. مولود الدلو الأجواء عنده اليوم يعني مش كثير فظيعة، ممكن هيك شاعر حاله مش عارف شو بده يعمل، في عنده أحداث عائلية ممكن تجبره يضل بالبيت، لكن بين الأحد والثلاثة فترة رائعة، أو بدي أحكي من الأحد للخميس يعني أسبوع رح يكون رائع، وهو مولود الدلو رح يكون من أكثر الأبراج حظا خلال هذا الأسبوع، فيحاول إنه يستغل الفترة بين الأحد والخميس لأي مبادرة، يعني هذه الفترة الخمس أيام رح يكونوا جيدين للشغل، للأمور الشخصية، لأي مبادرة ممكن إلها علاقة بمصاري، بده يوقع شغلة، هذا الأسبوع كثير منيح، لكن بده ينتبه على علاقته العاطفية بين الأربعاء والخميس مولود الدلو. يوم الجمعة والسبت هم أصعب يومين بالأسبوع، بده ينتبه على صحته، بده ينتبه على العلاقات العاطفية العائلية خلال يوم الجمعة والسبت مولود الدلو، لأنه ممكن توتره يخرب علاقته بالناس اللي حواليه. اخيرا الحوت الاوضاع عنده جيده، اليوم نشيط مولود الحوت، متحمس، مبين من مخرجنا اليوم هيك متحمس، عنده حماسيه واضحه. صباح الخير رائد، نصبح عليه. صباح الخير، اليوم نشيط يا رائد. فاليوم نشاط موجود عند مولود الحوت، في عنده اجواء حلوه، لكن بده ينتبه من التدخل بشغلات مولود الحوت اليوم بفتره المساء لانها ممكن تقلب عليه، فبده يكون حذر. بين الاحد والثلاثه الاجواء مش كثير تمام، بده ينتبه على صحته، بده يكون حذر على علاقاته مع الناس لانه ممكن في بعض المشاكل تجي هو قاعد مولود الحوت، فبده يكون حذر على علاقاته الشخصيه وعلى صحته.
بين الاربعاء والخميس الاجواء جيده، اجواء حلوه، في عنده حظوظ مولود الحوت باليوم الاربعاء والخميس، اخبار رح تكون لصالحه، احداث رح تكون مريحه لإله تخليه هيك مبتسم وسائل، ونهايه الاسبوع رح تكون جيده، فيها مواعيد كثير ومناسبات ودعوات، وممكن اعراس عند مولود الحوت بانتظار يوم الجمعه والسبت الجايين. فكانه هذا الاسبوع رح يكون كمان جيد عند مولود الحوت باستثناء الاحد والاثنين والثلاثه، باقي هيك تكون تمام. طب انت شو بقول طالعك اليوم؟ اليوم لا هديت هلا مش الحال ماشي وضعي عشان قعدنا معك زياده. عبود يعطيك العافيه. الله يعطيك. شكرا لك، وبكره بنشوفك بابراج وحظوظ جديده ان شاء الله، تكون دائما هيك حسب المزاج. احنا دائما بنتمنى يكونوا كلهم حلوين، لكن الطالع طالع 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 ما بنغيره اليوم، الواحد معاه مزاجه ابدا.